لا بس مصطفى، انت يعني عندك مسؤوليه وطنيه ومسؤوليه افريقيه على قطاع النقل اللوجستيك ومتعدد الوسائط. يعني انت في نفس الوقت رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمه النقل اللوجستيك ومتعدد الوسائط. احنا الان في ظل هذا الوضع الحالي، افريقيا تعيش لا استقرار اخرها الانقلاب اللي كان في الكابون، شنو الاثار ديال هذا عدم الاستقرار على النقل الطرقي في البضائع؟ السؤال مهم ومهم جدا، وساستغل الفرصه صراحه لتوضيح مجموعه ديال الامور. اذا حنا كرئاسه ديال الاتحاد الافريقي لمنظمه النقل اللوجستيك، اؤكد انه هذا اتحاد ديال المنظمات الافريقيه، ماشي اتحاد يخدم المصالح المباشره ديال المهنيين ديال المغرب، باش نكونوا واضحين. لان المهنيين عندهم النقابات والجمعيات والجامعات اللي كيترافعوا على القضايا ديالهم داخل المغرب. الدور ديال الاتحاد هو التنسيق بين المنظمات وتبادل التجارب وكذلك المواكبه ديال كل المهنيين ديال النقل. ولكن لا بأس أن ما دام أن رئاسة الاتحاد الإفريقي هي في المملكة المغربية وإلى حدود الساعة يعني الرئيس الفعلي ديال هذا الاتحاد اللي معترف به بطرف الاتحاد الإفريقي هو مغربي، بطبيعة الحال الأمور ديال المهنيين ديال النقل المغاربة نوليها اهتماما عبر ممثلينا بطبيعة الحال داخل مجموعة ديال الدول يعني جنوب الصحراء، كذلك الدول غرب افريقيا اللي كتنشط فيها المبادرات التجاريه بين المغرب وبين هاد الدول. لان افريقيا راه تبارك الله راه 54 دوله، ولكن المبادرات التجاريه والنشاط ديال المقاولات المغربيه والتحرك التصعيد المهنيين معروفين كيتحركوا يعني واحد الحوض واحد يعني الساحل والصحراء وكذلك بعض الدول غرب افريقيا، هنا فين كاين يعني فين كاين المبادرات التجاريه. بطبيعه الحال يعني كل ما يقع من احداث سياسيه وانقلابات عسكريه وهو يؤثر بطبيعه الحال على السائق المهني وعلى المقاولات النقليه. وحنا عشنا منذ سنوات مشاكل متعدده، بدايه ما وقع في مالي وكذلك الانقلاب في بوركينا فاسو، تابعته معنا وتابع الراي العام الوطني والدولي الافريقي للسائق المهني اللي بقوا عالقين في دوله النيجر. وهنا بالمناسبه كنبغي نغتنم الفرصه انني نشكر الدبلوماسيه المغربيه وكذلك مصالح وزاره الخارجيه وكذلك السيد سفير صاحب الجلاله بنيامي اللي قام بمجهود كبير جدا بالتنسيق بطبيعه الحال مع كل الفاعلين. حنا ما كنقولوش حنا اللي كاين فاعلين، كاين مهنيين، كاين جمعيات، كاين ممثلين ديال الجاليه كيتحركوا في هذا الصدد من اجل المصالح ديال الدوله المغربيه. اذا اليوم هذا الاتحاد لابد انه يطور الاليات ديال العمل ديالو بناء على ما تم يعني التطرق اليه وما جاء في سؤالكم، ان خصو يطور يعني العمل ويطور كذلك يوسع التنسيق بين كل المكونات النقليه في كل الدول الافريقيه، خصوصا اللي عندها مصالح مباشره مع المملكه المغربيه من اجل ضمان واحد السير يعني ضمان كما كنقولوا التحرك ديال الشاحنات المغربيه من والى المملكه المغربيه. هذا الضمان التحرك كما قلت سي مصطفى، شنو درنا لهذا السائق المهني اللي عنده هذا التحرك الدولي او الافريقي من حيث الحمايه اولا الصحه ديالو، من حيث حمايه الامن ديالو؟ صحيح. وحنا كنشهدوا عدد من الحوادث قطاع الطرق والجماعات المسلحه في الطريق، يعني شنو هو المفروض على المقاولات انها كيف تحمي هذا السائق المهني وفي نفس الوقت تحمي المنتوج ديالها وتجارتها؟ بطبيعه الحال هنا جبتي المقاولات، شكرا على هذا السؤال. اذا اليوم المقاولات النقليه خصها كذلك تنخرط في هذه المجهودات اللي كدير الدبلوماسيه واللي كيديروا الممثلين ديال السائقين لان احنا داخل الاتحاد الافريقي معنا يعني خصوصا في دول غرب افريقيا والساحل والصحراء معنا واحد التجمع ديال اتحاد السائقين المهنيين، هو اللي في بعض الاحيان يقومون بدور من اجل تسهيل هذه المهمه. اما كيبقى السياده الامنيه ديال الدول ما يمكنش ندخلوا فيها احنا كمملكه مغربيه وكجمعيات بطبيعه الحال، غير هو اللي خصو يكون خصها تكون واحد المواكبه كيف ما قلتي من المقاولات كذلك من الوزاره الوصيه كوزاره الصحه كوزاره الداخليه وكوزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه تقوم عطيني المسؤوليه ديال كل قطاع. انا نعطيك المسؤوليه، وزاره الصحه مسؤوله مباشره على يعني على 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 يعني على التحرك ديال السائقين المغاربه في اتجاه دول افريقيا جنوب الصحراء. اولا لابد ان ونادينا بهذا الامراض، لابد من تواجد مستوصف او مركز صحي عبر الحدود ديال الكركارات اللي ما يمكنش اليوم نخليو اي سائق مهني او اي شاحنه تعبر في الاتجاه الاخر في اتجاه الدول الافريقيه جنوب الصحراء او الدخل دون مراقبه صحيه وتوفير توفير الادويه بالمجان، لان هذه الادويه توفروا بالمجان وحنا على علم بهذا الامر هذا، خصوصا الادويه اللي خصها تكون على مثل المركبه والادويه اللي خصو ياكلها هذا السائق 7 ايام قبل ما ياخذ الطريق او اسبوع قبل وكل يوم ومن بعد فاش يرجع.
لا داعي لذاك الاسم الدواء. وكذلك امراض منتشره، امراض منتشره بطبيعه الحال، امراض منتشره خصوصا ان الطبيعه ديال الجو، طبيعه ديال المناخ هي مغايره تقريبا على المناخ اللي كاين في المغرب. هذه الاولى. كذلك مصالح وزاره الداخليه، مصالح وزاره الداخليه خصها بطبيعه الحال يكون عندها الاحصائيات والبيانات الرسميه ديال كل الشاحنات المغادره للتراب الوطني في اتجاه الدول افريقيا جنوب الصحراء، وبطبيعه الحال نعرفوا فين غادي هذه الشاحنه والسائق اللي شكون هو والمقاوله بطبيعه الحال. يعني خصها تكون عندنا مجموعه ديال البيانات. انا ذاك يمكن اننا في اطار العلاقات كيف ما سبق لي واشرت، وفي اطار تطوير الشبكه ديال التواصل بين كل المكونات ديال هاد الدول هذه، يمكن يعني السلطات سرعه التدخل طبيعه الحال، لان هذا الموضوع مو ماشي موضوع ديال الاتحاد الافريقي او ديال النقابه، هذا موضوع ديال هاد رعايا مغاربه خارجين ارض الوطن. باش نوضحوا للراي العام، راه وزاره الخارجيه والدبلوماسيه المغربيه هي ما تتدخل للتدخل في المشاكل اللي كيوقعوا لكل المواطنات والمواطنين المغاربه خارج ارض الوطن. وداخل ارض الوطن كاينه وزاره الداخليه، ولكن كما قلت لك المسؤوليه ثابته ديال وزاره الصحه، اولا في لا سونسيبيليزاسيون في التحسيس بهذه الامراض، كذلك في توفير الادويه بالمجان، وفي المراقبه الطبيه ديال السائقين المهنيين لانه ما كثرش. تقريبا كنتكلموا على 70 حتى 80 مركبه اللي يعني كتعبر يعني المركز الحدودي للكركرات، وهذا الرقم يعني يتغير حسب 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 الفصول وحسب نوع الصادرات. دابا هذه السنه باين بان الصادرات غتكون قليله، لان كاينه مجموعه اجراءات خدتها المملكه المغربيه خصوصا في الصادرات ديال الفواكه والخضار والبصل ومجموعه ديال الامور اللي كيحتاجها المواطن المغربي في الحياه ديالو اليوميه. اللي يمكن قرارات كاين اولويات السوق الوطنيه، وكاين المعدات بطبيعه الحال، وكاين في بعض الاحيان كاينه مبادله تجاريه بين اوروبا وبين بعض الدول الافريقيه اللي كتمر بالمغرب، والمقاولات المغربيه هي اللي كتامن كتكفل بها. اذا هذا الامر هذا خدا نقاش سنوات، ما تخداش فيه قرارات على مستوى الحكومه المغربيه كما قلت وزاره الخارجيه والتعاون الدولي المغاربه. ما كانش بانه يكون ايضا حتى تكوين هذا السائق المهني، هذا السائق المهني كيدخل لواحد البلاد حتى كيلقى راسو وسط عدم الاستقرار، وما كاينش حتى اللغات في بعض الاحيان، ما كاينش لغات، ما كاينش تواصل بطبيعه الحال. ربما حتى ديك المركبه اللي عليها ولا ديك الشاحنه ما عندها جي بي اس، ما عارفينش الموقع ديالو. يعني كيف ممكن النصائح اللي ممكن نعطيو، ماشي نصائح، التوجيهات والتعليمات المقاولات اجل حمايه هذا السائق هذا في هذا المجال؟ حنا غادي نتكلموا على شروط جديده، لابد ان اليوم الحكومه في اطار التضامن بين هذه الوزارات اللي تكلمت دير شروط جديده، شروط تفرض على المقاولات النقليه وعلى على على المهنيين ديال النقل اللي بغاو يشتغلوا في افريقيا وبغاو بطبيعه الحال يستمروا يعني في تنزيل يعني السياسه ديال الدوله اللي هي جنوب جنوب، انهم يشرطوا يخضعوا لمجموعه الشروط، ولابد كذلك ان الحكومه تواكبهم، يعني تخفف عليهم من يعني من 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 الرسوم الضريبيه، كذلك توفر هذه الادويه بالمجان، تكون واحد المواكبه وواحد الرعايه خاصه، لانه كيبقاو هاد المهنيين ديال النقل كيبقاو كيديروا واحد الدور كبير وكبير جدا في تامين المبادله التجاريه بين بين المملكه المغربيه ودول افريقيا جنوب الصحراء، وكذلك على في الضفه الاخرى بين يعني المملكه المغربيه وكذلك الدول الاوروبيه اللي عندنا كذلك عندنا اتفاقيات معها في اطار المبادله التجاريه. اذا اليوم هذه مصالح ديال المملكه المغربيه لابد ان الجميع ينخرط فيها وما تكونش فيها مزايدات، لان ما بغيناش نكونوا كنتزايدوا اليوم على مصالح ديال الدوله المغربيه وديال المملكه المغربيه اللي حنا يعني جنود مجندين وراء جلاله الملك من اجل تنزيل كل السياسات اللي غادي تنمي المملكه المغربيه وغتخلي المكانه داخل القاره الافريقيه اللي تحظى بها المملكه تبقى ثابته وما يعني ما يكونش فيها واحد التغيير. لان كنشوفوا في بعض الاحيان كاينه بعض الخرجات وكاينه بعض السلوكات اللي تضر يعني المصالح ديال المملكه المغربيه خصوصا في العلاقه ديالها مع الدول الافريقيه. سي مصطفى شعون، وانت الامين العام للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك المتعدد الوسائط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافه وشكرا على التعليم.